خصنا نختار وانك انت والمود ديالك اللي بغيتي. اوكي غنغني غلوب تصالح في روحي. يلا يلا عطينا مقطع زينب أسامة ضيفة مزيك في الجزء الاول من حلقه اليوم، حلقه ثلاثاء 4 أكتوبر 2016. غلوب تصالح في روحي تيرا، غلوب تصالح في روحي عشان ما ترضى عليك من بعد سهدي ونوحي. ولو عيتي بين ايديك صعبا علي اللي قسيته في الحب من طول الهجران، صعبا علي اللي قسيته في الحب من طول الهجران، ما عرفش اللي جنيته في البادي انا ريت لا لا لا. فضلت اقول للزمان غير على الباضي حالك ولا الرضا بالهوان، ولا الرضا بالهوان. كتر علي دلال عظمة على عظمة. يا مطربة خلصتي كلام، عرفتي علاش؟